بسم الله الرحمن الرحيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. الله أكبر. سحابة تأتي بمائها إليه وهو لا يعلم أحبتي، لتبارك بحديقته، لأنه قسم رزقه أثلاثا. ولذا أحبتي، كثير منا يستلم راتبه وينتهي قبل نهاية الشهر، فيحتاج لدين وسلف، مع أن الحل أمامه مضمونا من رب العالمين. وهو بمثال: لو كان راتبك 9000 ريال وتريده يتبارك ويزيد، فاقسمه بكل شجاعة، نعم بكل شجاعة، لثلاثة أقسام: 3000 لأسرتك، و3000 استثمار وتوفير وسداد لمستحقات، و3000 تصدق بها للفقراء والمساكين والأيتام وبناء المساجد وغيرها. بعدها لن تشكو فقرا أو نفادا للمال قبل أن ينتهي الشهر، نعم أحبتي، لأن هناك ضمان من رب العالمين. قال الرزاق سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من تصدق وأنفق وأخلص وبمن غفل.